السلام عليكم وأسعد الله مساكم. كشف شقيق الشاب المخطوف بولاية الجلفة عن تفاصيل جديدة وصدمة بخصوص شقيقه المخطوف لحظة العثور عليه داخل زريبة الأغنام في منزل جاره. وقبل الخوض في تفاصيل، يرجى متابعة الفيديو للأخير والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. حكينا معاه، شفناه، عرفني انا، عرف خالتي، عرف خالته، عرف الاهل تاعو، عرف كم الغش. لا 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 لا، هذه مغالطه كبيره، هذه مش كاش منها قاعد. كان عايش معاه عادي، هو كي بلغت عليه اخته، الاخت هذا تاع الضحيه، هو في ذيك الخمس ايام، بيريود تاع اربع ايام خمس ايام، هو راح في الكارك عنده تبن وعنده اسطبل، راح دار له دار بالتبن وغطاه، عرف باللي الدنيا راح تقتحم المنزل تاعو. انا سالته شخصيا، سالته قلت له عمرك فيها قدرت تقعد 27 سنه في هناك؟ فاهم؟ قال لي بكر عايش معاكم، يعني عايش معاكم في الجديد. قال لي ان تقعد عليكم الطاقه، تعقبوا علي تروحوا لي، هو السكن تاعهم مسمي مسجد، تعقبوا لي تصلوا دائما نشوفكم. كل ما ضرب علي يشوف فينا مش شباك، هي تتقي ما تتقيش. وقال لي ما قدرش نهضر معك، ما نقدرش نحكي، جيت نهضر حاجه تسكر لي فمي، جيت نهرب حاجه تكتف لي كراعي. قلت له بالك عم كتفك بطارفه بحبل البلا. قال لي لا لا، مش كتفني انا، ما نقدرش هكذاك، ما نقدرش. احنا الله اعلم، هو سبحان الله شكينا في امور السحر، والله اعلم، ما نعرف.